يا ابن رسول الله وابن علي أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما حسين حسين يا حسين 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 يا قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآل للحفر ولهفتاه لبنات الطور حيرنا رايات إلى مصارع قتلاهن والحفري رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري فتلك تندب وجداه وأبتاه وتلك تندب ويتماه في الصغر فلو تروا أم كلثوم ناذبة والهاوى تلثم ترب الطاف كالعطر شتنا ذي زينب اتنادي لا تدفن الراس إلا عند مرقده فإنه روضة الفردوس وزهري لا يا دافن الراس عند الجثة احتفظ بالله لا تنثروا تربان على قمري لا تستخرجوا أسهمان في جسمه نشبت خوفا يفور دم يطفو على البشر لا تدفن الطفل إلا عند والده فإنه لا يطيق يتم في الصغر اليوم قلوبنا متعلقة بالحسين وقبر الحسين وزيارة الحسين بالله يا زاير كربلا خفف بمسراك وإن كان قصدك كربلا من روح وياه خفف مسيرك يا الذي قصدك للطفوف
وهذه رسالة وياك، واكسب المعروف عنوانها حسين الذي تقطع بالسيوف، بلغه سلامي وقول لك كل في ذاله يلي تزور حسين بوصيك بوصية، بلغى سلامي إذا وصلت الغاطر سلم على الوالي وأنصار سوية، والزم ضريح حسين بشمالك ويمنه، وقل له سيدي يا أبا عبد الله سيدي وش جرى بأيام عاشور، صدق العذاب الجيش ضيق كل البرور وضايقوا بخدرك والحرم وبكل الخذور، وما حد من اهلك والقراب الكربلا جا، واسأل ابو السجاد عن حالة عياله، واسأل ابو السجاد عن ذبحة رجاله، ومن عقب عينه شل جرب حالة عياله، وتسأل هالسؤال قل له سيدي صدق الشمر داس الصدر لا بيه سنعاله، واحتز نحرك يا ويلي وزلزل كل لفلة، يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ديك القبور، ندخل الحاير بالبواج والأطام لصدور، ونصيح مثل الجلاب لفارق حمية، ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدنا العزيز، وسيعلم الذين ظلموا آل رسول الله أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال إمامنا زين العابدين سلام الله عليه: وكأني بالقصور شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق حفت بقبره، فلا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق. صدق إمامنا زين العابدين سلام الله عليه. طيبوا أفواهكم وعطروا أنفاسكم وباركوا مأتمكم الشريف بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. وارحمنا بمحمد وأهل بيته الطاهرين، ولعن عدوهم.
لماذا هذا الحث الحثيث والتأكيد الأكيد على مسألة زيارة الحسين سلام الله وصلواته عليه؟ لماذا هذا الإصرار من قبل الأئمة سلام الله عليهم أن يدفعوا شيعتهم إلى الزيارة؟ هنا سؤال يطرح، أليس حفظ النفس واجب؟ بل هو من أوجب الواجبات. إحنا عندنا قاعدة يا إخواني الأعزاء، أنه إذا تعارض الواجب بما هو أوجب منه سقط ذلك الواجب. يعني الصيام واجب، واجب عظيم، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، الصيام عظيم، لكن إذا يضر بصحة الإنسان بل حتى مع توقع الضرر يحرم الصيام. طبيب أجنبي ما هو مسلم لكن يوثق به ويؤمن منه، إذا يقول لي ما يجوز لك الصوم يضر بك الصيام يحرم. رجال كبير، امرأة كبيرة، لا تصومين يا أمه. قالت ما أقدر ما أصوم. قال يحرم الصيام، ولو صمتين صيام مو صحيح، انتين تكليفش ما تقدر تصومين، طلعين عن كل يوم مدمن الطعام كيلو إلا ربع، قدر 350 فلس تقريبا عن كل يوم، لأنه تعارض مع ما هو أوجب منه وهو حفظ النفس. الحج، ولله على الناس يحج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن إذا أتوقع فقط الضرر ما يجوز أحج. بعض الفقهاء بل أكثرهم يقولون ولو حج لم تجزه عن حجة الإسلام. يقولون ليه في ضرر عليك؟ لكن لما نجي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه نشوف الأئمة يتعاملون بشكل مختلف سلام الله عليهم، مع أن الزيارة مستحبة مؤكدة. إلا الشيخ حسين العلامة رحمة الله عليه ذهب إلى حد الوجوب في العمر مرة واحدة. أكو فقهاء أيضا أخير، لكن المعاصرين جلهم يقولون شنو؟ يقولون بأنها زيارة مستحبة مؤكدة، ما حد يقول بالوجوب. الشيخ حسين العلامة يقول واجب، ليش؟ لأن بعض الأحاديث هكذا، كإمامنا الباقر والصادق وغيرهما سلام الله عليهم أجمعين. مروا شيعتنا بزيارة الحسين فإن زيارته مفروضة على كل مؤمن ومؤمنة. بعض المصادر فإن زيارته مفترض على كل من يؤمن له بالولاية والإمامة. ولذلك تشوف الحث الحثيث على الزيارة. طيب ما قلتون أن حفظ النفس واجب، كيف نشوف مع زيارة الحسين يأمرون أهل البيت حتى مع الضرر يفجرون اليوم؟ وإذا شعار الزوار لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين، ومو من هذا اليوم، هذا الشعار أسس له أهل البيت المعصومون سلام الله عليهم. يجون للإمام الهادي والإمام العسكري، يا ابن رسول الله يؤذوننا في أمر زيارة الحسين، قال زوروا الحسين. يا ابن رسول الله يسلبون أموالنا، يؤذوننا، وبس يشتمون بطش وتنكيل وضرب وأذن في أمر زيارة الحسين، قال زور الحسين. يا ابن رسول الله، وصل الأمر إلى هنا، يا ابن رسول الله يقطعون أيدينا، يجي يقطع منا أصبع، عام ثاني يجي أصبع أخرى، إلى قام المتوكل لعنه الله. مو إحنا نقول، حتى المسعودي في مروج الذهب، حتى الذهبي أبناء السنة كبار علماء السنة في سير النبلاء
يقول وكان المتوكل فيه نصب، مو في نصب، هو النصب كله والعداوة كله لأهل البيت. وكان يقتل زوار الحسين، يقول يا ابن رسول الله يقتلونا. قال زور الحسين، ما قلتون أنه حفظ النفس من أوجب الواجبات؟ الحج يسقط، الصيام يسقط، الواجبات تسقط إذا تعارض، شلون بالمستحب ما يسقط ويقدم على الواجب؟ لأنه لو ترك الحسين لترك الإسلام، لو ترك الحسين لانطمست دعائم التشيع ومشروع أهل البيت اللي حفظ الإسلام. وربكم يا إخواني الأعزاء هو مشروع الحسين، هي منابر الحسين، هي الصرخة على الحسين، هي الدمعة على أبي عبد الله، هي زيارته سلام الله عليه. وربكم يا إخواني الأعزاء وأخواتي الفاضلات، لولا الحسين ما يبقى إسلام. إذا يبقى إسلام، إسلام مروان بن الحكم ومعاوية بن أبي سفيان وأضربهما، هذا إذا يبقى إسلام. اللي حفظ الإسلام هو الجيل ومنابر الحسين وصوت الحسين. إذا أحد فقهانا رحمة الله عليه يقول إن كل ما لدينا هو من عاشوراء الحسين، ترى ما كلمة ندغدغ بها مشاعرنا، كلمة وحقة، كل ما عدنا من فقه وفكر وثقافة كل من منابر الحسين، كل من صروح الحسين، هذه اللي حفظت المسيرة. كانت زيارة تمثل هي الرمزية، مثل هذا المعنى. حفظ الإسلام الحسين، إن كان دين محمد وهو القائل لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. ولذلك قالوا الإسلام محمدي الوجود، حسيني البقاء، حسيني الامتداد. حفظ الإسلام كل الحسين. مذهب أهل البيت لن طمس لولا الحرارة، إن لولدي الحسين حرارة لن تنطفئ إلى يوم القيامة. وهذا كلام مو كلام خطيب يخطئ ويصيب، هذا كلام أهل البيت، هذا كلام زينب وزين العابدين والأئمة المعصومين سلام الله عليه. زينب يقول الإمام زين العابدين نظرت إلي أجود بنفسي، تدري يعني شنو أجود؟ يعني أكاد أموت. فضمتني إليها وقالت يا بعد أهلي وخيرة عشيرتي ما لي أراك تجود بنفسك، تجود يعني تبتري بتموت. قال عم وكيف لا أجود بنفسي وأموت حسرة وقد رأيت ما رأيت، أرى جسد أبي الحسين مرميا بلا تغزيل. يقول فصرخت في وجهي، قالت لي، صرخت زينب وقالت لي يا ابن أخي يا زين العابدين إنه عهد عهده إلي جدي وإلى أبي وأمي وأخي الحسن وأخي الحسين أنه يوكل الله به شيعة يبكون ويندبون وليجتهدن أئمة الكوف وأشياع الضلالة في إطماس نور الحسين فلا يزداد إلا نورا وعلوا وتألقا. يقول طيبت خاطري بهي الكلمات وقالتها بوجه يزيد لعن الله يزيد وبني أمية قاطبة، يا يزيد اسع سعيك وناصب جهدك فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدت. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. ولذلك نشوف أهل البيت يحثون على الزيارة. يقول إمامنا الباقر سلام الله عليه لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين من الفضل لماتوا شوقا إليها وتقطعت أنفسهم حسرات
الله أكبر. اليوم احنا في شوق وحنين إلى الزيارة، إن شاء الله قلوبنا مع الحسين. هذاك الإمام يلتفت لي يقول لي أتزور جدي الحسين في كل يوم؟ قال لا سيدي، في كل يوم وليلة لا. أفي كل أسبوع؟ قال لا سيدي، في كل شهر. يقول قلت له لا سيدي، أفي كل عام؟ قلت له لا سيدي، يمكن كل عامين ثلاثة أزوره، أنا من شقة بعيدة منطقة بعيدة. قال ما أجفاكم عن زيارة جدنا الحسين؟ قال لي سيدي شلون؟ قال اصعد إلى سطح دارك أو حيث ما كنت وقل السلام عليك يا أبا عبد الله. هذا الارتباط يمثل هذا المعنى وهذه الرمزية في الحفاظ على خط أهل البيت وفكر أهل البيت. ولذلك ورد عندنا أنه من لم يزره كان منتقص الإيمان، وهكذا الإمام الصادق زور الحسين شعثا مغبرا فإنه قتل ظمأنا. الإمام العسكري في المرسلة قال علامات المؤمن خمس: الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وتعفير الجبين، وصلاة 51، والتختم باليمين، وزيارة الأربعين. لكن أعظم زيارة زيارة العاشر، أعظم زيارة ليلة العاشر ويوم العاشر، لأن ليلة العاشر جزء من اليوم الشرعي بعد. وإذا تشوف أهل البيت يوصونا بزيارة الحسين وهو القائل: من زارني زرته ولو كان في قعر جهنم أخرجته. وإمامنا الصادق يقول غير الزيارة وثوابها: ألف حجة متقبلة وألف عمرة مقبولة، وكان كمن عق عن ولد إسماعيل أو ألف رقبة من ولد إسماعيل، هذا كله إلى جانب. قال كان له بكل خطوة حجة، وما رفع رجلا وأوطأ أخرى إلا كان له بذلك عمرة. شوف الثواب، لأن زيارة الحسين تمثل هذا المعنى. كان ودي أتطرق إلى بعض الجوانب لكن اليوم يوم مصاب وضيق الوقت والمقام، ولذلك الحث الحثيث. وتبدأ المسيرة من مجلس يزيد العدل التنازل، من عرش يزيد ومنبر يزيد ومجلس يزيد، يصعد الإمام زين العابدين: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى. يقولون خوارج: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من احتفى وارتدى، أنا ابن من عرج به إلى السماء فكان كقاب قوسين أو أدنى، وصلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن خير النبيين، أنا ابن تمام عدة المرسلين، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، إلى أن قال: أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، وبايع البيعتين، ولم يكفر بالله طرفة عين. سجدوا إلى الأصنام كلهم، أما جدنا لم يكفر بالله طرفة عين حتى قالوا كرم الله وجهه. أنا ابن من؟ أنا ابن يحسوب الدين وإمام المتقين وصالح المؤمنين ونور وأمير المؤمنين، أنا ابن علي بن أبي طالب. فبكى الناس، يزيد تقول خوارج، وإذا به يقول: أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. أقرح القلوب وأسبل الدموع حينما قال: أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن من رأسه بأرضه.
وجسمه بأخرى. أيوا حسين أبكر مجلس مأتم في مجلس يزيد وثورة من مجلس يزيد وعرش يزيد لعنه الله. وإذا يزيد قال للمؤذن أذن، ما قبل يصعد الإمام الأعواد، ألح الإمام وأصر، فأصر الناس عليه. لما أذن المؤذن قال للإمام ما هذا وقت صلاة ولا أذان؟ قال أذن. قال الله أكبر. قال كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء أعظم منه. قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال شهد بها جسمي ولحمي ودمي وعظمي، وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين. لكن لما قال أشهد أن محمدا رسول الله بكى الإمام حتى على نحيبه. قال يزيد محمد هذا جدك أم جدي؟ فإن قلت أنه جدك فقد كذبت وأثمت وكفرت، وإن قلت أنه جدي فلما قتلت أبي الحسين؟ وإذا البكاء يزيد نثر أموال على عقليته يزيد من الذهب على الإمام، كم تطلب يا ابن رسول الله؟ قال ويحك يا يزيد، قدم أموال وقد قتلت أبي الحسين. اتبرأ قال مو أنا اللي قتلت، وكان يتفختر ويتفختر أو يتفاخر بقوله لعبت هاشم بالملك. وإذا يقول ابن زياد هو من قتل أباك الحسين ولعن الله ابن زياد، وتبرأ من فعله. وإذا قال ما تطلب؟ قال أريد رأس أبي الحسين ورأس أحبتي وإخوتي وعشيرتي وما سلب منا في كربلاء. أعطاه كل شيء ورواية إلا الرأس الشريف المعظم. أخذ رأس الولي المعظم ورجع به. وإذا في مفرق طريقه يلتفت الحاذي إلى الإمام زين العابدين، يا ابن رسول الله هذا مفرق طريقين، طريق يؤدي بنا إلى كربلاء وطريق يؤدي بنا إلى المدينة. يا ابن رسول الله أي الطريقين نسلك؟ أسألك بالله يا مام، إذا يسألونك يقول لك تتمنى زيارة الحسين لو لا؟ يسألون الإمام زين العابدين هذا السؤال وهو في شوق وحنين، لكن يعرف زينب مثقلة ومتعبة ومثخنة بالجراحات والآهات والمحن والمصائب والرزايا. يقول ما أدري تتحمل عمتي زينب لولا؟ التفت إلى عمتي، عم زينب هذا الحاذي يقول هذا مفرق طريقين، عم زينب أي الطريقين نسلك؟ فصرخت زينب قل للحاذي يحرج بنا على كربلاء. قولوا الحاذي يمر بالغاضرية، سلم على الوالي ننصب له عزي وياها. قولوا الحاذين يمر بنا على حسين، نبغي نزور حسين ونشوف اندفن وحسين. والله لروي قبرك ويا بدمعة العين، ويا ليت فوق القبر تحضرني المني. نادى العليل مدمعها بالخذ مذروه، اكسب معانا اليوم يا نعمان معروف. مروا بعماتي وخواتي
لطفه قال لا فلعصي لك أمار يا ابن الشفي. عرجوا بهم على كربلاء، أول من وصل جابر قال يا عطية خذني إلى النار، اغتسل اتزر ثم قال المسني القاء الشريف. يقول عطية ألمسته القاب، فأخذ يتمرغ بترابه ثم صاح ثلاثا: حسين حسين حسين. وأغشي عليه، يقول ظننت أنه مات على قبر الحسين. سكبت الماء على وجهه، لما أفاق صاح ثلاثا كلنا ويا جابر: ناذا حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين. ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبا، وأنى لك بالجواب، وقد ثخبت أوداجك بأثباجك وفرق بين رأسك وجسدك، غير أن قلوب المؤمنين غير راضية سيدي بفراقك، ولا شك في حياتك طبتم، وطابت الأرض التي بها دفنت. وإذا عطية: يا جابر سيدي جابر، أشوف ضعينة مقبلة نحونا نحو قبر الحسين. قال: قم وانظر، إن كان إمامنا زين العابدين وأنا موعود فأنت حر لوجه الله، وإن كان عسكر بن سعد لعنه الله فأعلمني. وإذا الإمام زين العابدين، لما نظرت زينب إلى القاب وشافت قبر أخوها، قبر أخيها الحسين، صاحت: يا نازلين بكربلاء يا هل عندكم خبر بقتلنا وما يا أعلامها، ما حال جثة ميتين في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. عرجوا على قبر الحسين، يقول إمامنا زين العابدين: فلما نظرت زينب إلى القاب رمت بنفسها على قبر أخيها الحسين. فلما نظرنا إليها النساء رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري، فتلك تنذب حسين وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر. أعرج على قبري الشهيد وصار للنياح، والعابد السجاد من فوق الجمل طه، وزينب تنادي: آه يا عز انقضى وراح. خرت على قبره ويتاماها، أخذت تهيل التراب على رأسها وتنادي: نور عيني حسين، أخي حسين، جئتك بعد الأسر والسر، لكن أبو علي قوم من قبرك لأشكو إليك أحوالي وما جرى علي. إذ عيد أحكي لك عن أحوالي بهالسفر، مشينا على الهزل يا حسين خويا مشية القشرة، ولابن زياد ودونا وجنايزكم على الغبرة. إذ قل لي جيت
جبتك وجبت الراس وياي من السبي وكانت فيه سلوى دق علي عزنا وبلكت حمار. تقول لي ابو علي ودونا للشمات الى الشماتة ابو علي يضربونا ويسب ابينا علي. تقول له ورحنا الشام آية الشام ما ينوصف طاريها عساني موسدة بقبري ولا طبيت واذيها يا خويا يقصر لساني عن اهوالي طحت بيها مثل عبيد علوج بن امية يسومونه. هم الله الحاج خميس حسنا يقول لما دخلنا يا عزيزي بلدة الشام من قبل ما ندخل علينا رفة اعلام شند سبايا الروم عدهم احنا اسلام والخلق كلها معيدة وتلبس الزينة. وإذا صوت من داخل قبر الحسين عزيزتي زينب أخي زينب جئتم إلى زيارتي لكن أخي أين بنيتي رقية أخي زينب أين عزيزتي رقية بلسان الحالها أريدك وياي يا مؤمن في هالدقائق المعدودة من القبريش شريف الصوت طالع من نحر الحسين رقية وين يا زينب خبريني الصغيرة وين رقية وين يا زينب خبريني الصغيرة سمعت أصوات يا زينب وعرفت الليل فوق قبري وحدة تصيح وعزي وحدة تصيح وذخري رقية ما أسمح إليها صوت وخبرها صرت ما أدري شكثر والهان يا زينب لشوفت بينك نور العه وياي شكثر والهان يا زينب لشوفت بينك نور العه تجيني وما تجي بيها معاش تزور والدها وانا مشتاق يا زينب هل مدلل اخدها ترى مو فاقد الوالد الوالد هو فاقدها صاير حتى ما اسمع رقية تصيح ابويا حسين من القبر شريف الصوت طالع من نحر الحسين رقية وين يا زينب خبريني الصغير يا ليت اسمع رقية تقول كلمة برد فاضي ترى همي الذي همني وشغل بالي على اولاد يا زينب يا زينب كل الرقية بنيتي شمعة الوادي صاير حتى ما اسمع رقية تصيح ابويا حسين قالت خويا سامحني ترى جيتك بلياها قالت خوه يا سامحني ترى جيتك بلياها أبحكي والقلب مفطور وذوبني تربكه
تركتي الطفلة بالشامة، تتركت القلب وياها. رقية وين يا زينب خبريني الصغيرة؟ يقول إمامنا زين العابدين: والله لقد خشيت على عمتي زينب أن تموت على قبر أخيها الحسين، يغشى عليها تارة وتفيق تارة أخرى، حتى رفعت رأسها فقلت: عمه عمه أنا أدري عمن تبحثين. قالت: بلى، دلني على قبر ابن والدي، دلني على قبر كافلي. وومت على أخوها أبو فاضل تناذي: دق عليا من قطعه على جوده أياد، ماضٍ يا خويا الشام ترضى طب واذي، يا كرام ما تاخذكم الغيرة على قل. وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونه، وهذه الروس جبناها ومنكم نطلب وراس حسين، سمحوا لي تراه مكسر سنونه. تقل عفتك ايام كل يوم بعام، قوموا شوف مصابك اعظم لو هضم الشام. تقول لي اني زينب وجيتي من اليسور يمك، يمين طاحوا توذر على الارض جسمك، اريد اذكر إلك هضمي وسهم هضمك، ونشدك يا هو أصعب همي لو همك، وارسم نارين بدموع العين، وارسم نارين بدموع العين، ونشاهد يا نار الأكثر تركت آلام. عفتك أيام كل يوم بعام، عفتك أيام قوموا شوف مصابك أعظم لو هضم الشام. قم جدد الحزن في العشرين من صفري، يا الله بحق الحسين اللهم أطل في أعمارنا، غير سوء حالنا، فك أسرانا، رد غرباءنا إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والمسببين والحاضرين والمستمعين. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات على محمد وآل محمد.